وقس على الخفين الجورب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح الجورب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الجورب، ولكن يقول ابن القيم ثبت عن 17 صحابي المسح الجورب قياسا على الخف، قياسا على الخف. فالصحيح أن الجورب يعان معاملة الخف، أنه يجوز المسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة.